عليكم، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. أنا إبرفلوكس. طبعاً ابن خالي امبارح بتخوت علي بيحكي لي إبرفلوكس، بس أرجع أشوفه بصير خير. يوم عنا مفاجأة، عنا ساعة تشتغل على بطاطا بوتيتو كلوك. واو واو واو. أوكي، فخليني اورجيكم اياها وافتحها. هاي في هاي انا اصلا مركبهم بس ما جربتها. وهنا عندك الاشيتين، هاي نحتاج بطاطا. اوكي يلا على السريع. هون هيك دير بالكم، هنحتاج بسرعه.